كيف بدأت الأنبار بعد ليلة من القصف الأمريكي؟ وما هي حصيلة القصف حتى اللحظة؟ نعم محمد، بالتأكيد أنا الآن أقف على الطريق الدولي السريع، هذا يعني الطريق الذي يربط أو المؤدي إلى مناطق غربي الأنبار، ومنها قضاء القائم الذي عاش سكانه ليلة مرعبة يوم أمس. هذه يعني ساعات مرت على أهالي قضاء القائم وسط يعني قصف عنيف من قبل يعني غارات جوية نفذها الطيران الأمريكي الذي راح ضحيته بالتأكيد عدد من المدنيين، بسبب أن هناك منازل قريبة من يعني المواقع العسكرية التي تتخذها الفصائل أو الحشد الشعبي مقرا لها. بالتأكيد هناك يعني نحو 16 يعني شهيدا، بينهم 4 مدنيين محمد، وما لا يقل عن 25 مصاب أيضا. محمد، اليوم يعني محافظة الأنبار وبالتأكيد هذا الطريق كان قبل أيام يعني طريق نافذ إلى قضاء القائم بالتحديد وإلى الحدود السورية العراقية، لكن اليوم نرى هناك يعني هناك إقبال من قبل يعني عجلات البضائع بالتحديد، لا سيما وأن هناك أيضا يعني القيادة المركزية الأمريكية أبلغت بأن هناك أيضا ربما ستستمر هذه الهجمات على مناطق غربي الأنبار التي استهدفت فيها نحو 85 موقعا عسكريا تابع للحشد الشعبي، ومنها قيادة عمليات الحشد الشعبي في منطقة عكاشات أقصى غربي محافظة الأنبار، وأيضا هناك 3 منازل يعني يتخذها الحشد الشعبي مقرا له بالتحديد يعني في يعني حي السكك التابع لقضاء القائم. محمد، اليوم محافظة الأنبار يعني وحتى يعني حكومتها المحلية عدت هذا يعني التصعيد هو تصعيد خطير، ربما سيدخل المنطقة في يعني تداعيات خطيرة، وبالتأكيد اليوم أيضا يعني الحكومة العراقية صرحت بأن هذا التصعيد أو هذا القصف هو خرق للسيادة العراقية، ونفت ما تحدثت عنه القيادة المركزية الأمريكية عن هناك تنسيق مسبق بالتحديد اليوم. يعني نعم عبد محمد. أحمد، بالإضافة إلى الاستنكار الذي قامت به حكومة الأنبار المحلية، هل هناك أي تحركات لهم باتجاه الحادث الذي حصل أمس؟ هل توجهت الحكومة المحلية أيضا إلى مكان الحادث في القائم وعكاشات؟ نعم، بالتأكيد يعني اليوم محمد الحكومة المحلية في محافظة الأنبار هي تتابع بقلق هذه الأحداث الخطيرة التي يعني بدأت يعني منذ يعني أسابيع، لكن كان هناك يعني القصف الأمريكي يوم أمس هو الأشد على مناطق غربي الأنبار. اليوم الحكومة المحلية في محافظة الأنبار بالتأكيد هي تدعو إلى التهدئة بين جميع الأطراف، وأيضا بحسب يعني تواصلنا مع جهات في محافظة الأنبار جهات حكومية اليوم يقولون أيضا بأن محافظة الأنبار هي ليست ساحة أو ليست حلبة لتصفية الصراعات بين الأطراف، ويدعون إلى تهدئة الموقف بالتأكيد، لأن هناك مدنيون في هذه المناطق محمد، هناك يعني قضاء القائم أيضا يقطنه الآلاف من سكان محافظة الأنبار، وبالتحديد يعني يوم أمس كان هناك ذعر شديد للأهالي اليوم يعني عندما استفاقوا على ليلة. نعم، القصف خلف أيضا جرحى من المدنيين، هل استقبلت مستشفيات الأنبار عددا منهم؟ هناك بعض المدنيين محمد إصاباتهم يعني خفيفة، لكن البعض منهم تم نقلهم إلى مستشفى القائم بسبب هناك يعني بعد المسافة بين القائم والمدن الأخرى، وبالتحديد هناك أيضا يعني مراكز صحية في قضاء القائم، لكن هناك بالتحديد يعني قبل ساعة من الآن محمد هناك بحث عن الأشلاء أو عن الجثث التي خلفها القصف الجوي ليلة أمس بالتحديد في منطقة عكاشات أقصى غربي الأنبار، ولا سيما وأن يعني
الحكومة العراقية أعلنت عن استشهاد 16 من المنتسبين للحج الشعبي وبينهم مدنيون، لكن حتى هذه اللحظة محمد هناك بحث عن الجثث التي ما تزال يعني تحت الأنقاض بعد أن استفاق يعني سكان منطقة أو قضاء القائم على هذه يعني هذه الحادثة التي ما يزال هناك. ويعني الجدير بالذكر أيضا يعني محمد بأن كان هناك نزوح جماعي من منطقة يعني حي السكك التي يعني كانت ليلة أمس شهدت يعني قصف عنيف من قبل الطيران الأمريكي. شكرا لك أحمد.